حلي يعني بطن فيه طر طر يا جرانديزر طر طر يا جرانديزر. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب عربي، واليوم معي دحوم. يا هلا دحوم، يا هلا دحوم. هلا والله. وش يعني هذا اللي حط فيه اسل؟ يب. اليوم الماب من تصميم كلاش 77 وبندر اي اس جي ودورنانو. دورنانو هذا خويهم، انا ما اعرف دورنانو مين بالضبط، لكن بندر كلاش كلهم اعرفهم، معنا في الديسكورد. ويعني مصمم ماب قال لازم تلعبه، لان ماب عباره عن باركور في نفس الوقت اسئله. فهذا كود شوب حقهم، ما ادري هو حق بندر لكن تقدر تقول حقهم، اللي هو اس جي، او تقدرون تستخدموه في اسل اللي يريحكم. طبعا في بعض المراحل عندك مساعده خفيفه. اوكي بسم الله، خلونا نبدا. هلا بالباركور. مساعده، اصبر ادخل مساعده بموت شي عشان نفهم بس الفكره. المرحلة سهلة ما يحتاج. شوف بداية عادية. ها جبتها. وش صار؟ يمعرق. لا ما جبتها، وزنيتها يا ولد. ولو. ولا. لا وين رحت انا؟ اقول لك دف قدام. يا حبيبي. الله ما يفهم. لازم تفرمل قبل ما تطيح المرحلة اللي بعدها، فهمت؟ يعني بعد ما تنقز فوق ذا لازم تفرمل. يا حبيبي هذا شو أمي رجعني. أمي رجعك. ثلاث مرات ورا بعض. فرملت بزيادة. أوه واحد واثنين وثلاثة بعد، حلو. مرحلة سهلة ما يحتاج أجل ها؟ شوف تفرمل. استغفر الله. تفرمل اذا حسيت انك بتجيب الاول وحده بعد الحاجز ذا الاول. اول وحده اول ما تحس انك بتجيبها فرمل. والله صعب. اخباركم شباب؟ وين؟ والله بريكات الليل. طيب ما فايده. طيب الاس طلع من الجهه الثانيه بالكيبورد. مرحله سهله. ايوه. لا هاي المفروض استاذ طيرنا لقدام. مرحله سهله يا شباب، ايش فيكم؟ شيك شيك. المكتوب اول مرحله. اول مرحله ايوه ايوه. تكفى تكفى اخيرا. خلاص ما اخذت شيء الا خلاص اخذت انا. متاكد؟ هذا أيه. شلون طيب؟ مكعب. ولا لازم انط على المكعب ويخلي اوكي اوكي. رح؟ ها؟ وات؟ لا اوه اصبر. ولا؟ وش ذي؟ شلون اضرب ام المكعب. بالاكس. طب معطينا سلاح والله اسهل. اوكي. اللي انضربته؟ ايه. لازم اعيده شكلي، ما اقدر اضربه. ما اقدر اضربه. لا 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 لا. ايش سويت انت؟ تكفى اصلا تكفى. اوكي. وش سويت؟ عديت ام المكعب. ايزي ايزي. انا زيك يا برقيت فوق. نزلت على ورا. اوكي. شوف شوف الثانيه. لا تسوي شيء. ايوه اللي بعد لا تسوي شيء بعد. لا. لا تطق. لا لازم تطق. اوكي حلو. اوكي. يا دحوم تستاهل. ما شفته ما شفته. ما اتوقع تمسك الجدران حبيبي. علق. الله ما يوصل يا عيال. توقعون جدران شكله جدران. ما لي الا كذا يعني. انا احس اني قاعد اغش. احس الو دحوم. والله ما ادري قاعد اغش انا ولا لا، بس يا اخي بعيده ما يمديني اتمسك فيها. شوفوا كيف ثانيه عن الاولى ما يمديك. هاي يا طيب يا طيب يا طيب مو بكذا عاد.
كذا مرة يا وخ عني ما تغشش. لا لا طلعت ما في لا تغش. طيب رح الأولى على الأقل. شو مسويها؟ أنا متمسك في الأولى والثانية بس متمسك جدار بعدين أرجع له بعدين. سويتها والله. الثالثة سحبت عليها أكثر قاعد تشوفك أنا. والله مسكتها والله هي فوق. وش ذا؟ أوكي لازم الثلج يا ليل. أكيد لازم ثلج شو مسوي؟ أوه في ثلج حلو. ها؟ ها يا عيال اصبروا. إيش هو؟ إيش قاعد يصير؟ اوكي قول ليمتد ليش؟ شيك بوينت سحبت عليها. لا لا احسب لي اتوقع شيك بوينت فوق عند رقم 5 زحلقت على طول. المنو بيسار المنو دحام رحنا شيك بوينت بسم الله. ايوه لا والله حرام حضام. ايش قلت انا؟ حضامات بعد هذا السعد كله. اي والله قلت له فري صار شلون هيا طير يا تكفى لف يا علي بطن فري هيا طير يا جرانديزر طر يا جرانديزر طر يا جرانديزر طار جرانديزر اخيرا اقسم بالله ما ابغينا. وش ذا؟ وش عطني عطني دا وش ذا متى ليش كذا يا عيال يعني كان تمشي في متاهة شكلها حلو. شوف رجعت مرة ثانية. اي والله متاهة دي تلحس. ما يمدينا خش من عندك الطريق. من عندك الطريق تأكد؟ ما هو من عندي ارجع مو من عندك بس مو فهمت اول ما دخلت يمين صح طريقك انت. اوكي والله اني داري تعال تعال وش اوه النزلة والله مو باين كنا نهاية فجأة توصل يصير مو بنهاية. عندي دحوم بقلي حل. تقول لي هذا المكان اللي نزلنا منه. اوكي راح هذا نزلنا منه يا دحوم. ما اتوقع عندي اما ولا راسي دار. اوكي والله دخت اخر. ايوه رقيت احنا راقين ليش ننزل؟ لا طيب تستوي ثاني لا في الزاوية في شيء ولا يمين ما في شيء يمين يسار يمين اللهم الأحسن يا عيال. الله وصلت لك أنا ايش السالفة؟ التورتش راحت ليش؟ راحت؟ إيه أهلا بالضياع. ها؟ هذه هي؟ تعتها عندي؟ والله شوف إيه هذه هي أوكي الله بالصدف. ما سمعت الصوت أنا اللي خذيت شكوان ولا اي ادري اقول لك ما سمعت من صوت البوينت ما اخذته الا اخذته وعرفت انه لا 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 سويته من اول مره من اول مره دحوم خف الله فيني خف الله لا لان انت هوشت بخاف فهمت اي وان تسلم تكفى استقبلت التور اصبر يا اخي ليش امها التور بعد ثلج ولا ايش؟ لا ننزل هلا بي دور لك دوري سويت خلص فيها المرحلة اصبر اوكي بكاكس اتوقع اصبر صدقني في شيء ما ينقص اجي غلط اصبر نجي من هنا من مرحلة 8 ها وش ذا؟ بسم الله هنا يقلع دام جوا رقم 8 اضغط اي انفجر ايه دام الحركه والله انا تدري ايش قلت شكله هنا موجود هنا حوله حتى ما فكرت يوم شفت حرف اي طلع لي قلت يلا ضغط. متى تاسست فورتنايت؟ 2011 في 17 اخر بسم الله لا 17 مشكلة لا تأسست قبل أكيد أنا بروح 11 تعال 11 متى ضافوا الدرام جن؟ سيزن الرابع خامس سادس رابع هو صح؟ قديم مرة رابع حلو خلصها متى ضافوا تلتد ومتى شالوها؟ ضافوها سيزن 2 شالوها سيزن ضافوها سيزن 1 صح؟
لا 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 ايش فيك طيب متحمس؟ ايش فيك؟ والله ما ادري يا اخي، اذكر انه في تلت من زمان. سيزون 2 شلون سيزون 8؟ تعال وين رايح؟ والله ابغى تروح هناك ما وثقت فيك. انت تم اضافه اللاما ما ادري نهايه سيزون 2 انا بقول 3 والله والله متحريات يا عيال، لا لا احد يتحرى زي البرست وزارته وش البرست؟ البرست ذا فاماس. اوه شالوه سبعة من زمان شالوه او ثمانية؟ لا ثمانية انا اقول ثمانية خش صح علي. لا الثاني اي سامة؟ لا غلط بعد والله اني قايل لك انه غلط قسم بالله اني قايل لك انه غلط. الرابع انا ما دخل الرابع شلون يا اخي تذكره من زمان وش ذا واخيرا اوكي وش هو؟ ما عندي انزل وش هو اخيرا عشرة طيب وش اوكي تعال عموما بس هذا كان مقطع اليوم كود الماب طالع قدامكم على الشاشة لحظة طالع قدامكم على الشاشة ورابط الماب راح يكون في الديسكربشن اذا تبون تلعبونه يعطيكم العافية جميعا على كل شيء تسوونه وشكرا لكل واحد يستخدم الكود شكرا لكل واحد يسعد يحاول يسعدني باللي يقدر عليه من لايكات من كود من اي شيء وقناة دحوم في الديسكربشن سووا الاشتراك وصلوا 300 ألف قريب وبس يعطيكم العافية